صناعة الخناجر والجنابي هي أبرز الصناعات التقليدية اللي لا تزال قائمة في نجران، وذلك لما تمثله الخناجر لدى أهالي المنطقة من أهمية بصفتها زياً تقليدياً يحظى باهتمام كبير. أهالي نجران لا يزالون يتمنطقون بالجنبية في مناسبات الفرح والأعياد، جنبية بعد يعني. والله شفت هذا ضابط مع الطقم حقي ولا لا؟ هذا يضبط أكثر. هذا هذا. هذا. أيوه. أيوه. شكرا. يصنع الخنجر من الحديد بمقبض يصنع من قرون بعض الحيوانات، ويحلى بقطع فضية أو ذهبية. أما الغمد فيصنع من الخشب المغطى بالجلد أو بصفائح من الفضة، ويثبت في حزام من الجلد. هالسوق في نجران متخصص بصنع وصيانة وبيع وشراء الخناجر، ولا يزال يقوم بوظيفته لخدمة هالصناعة. مرحبا، هلا مهدي، الله حيك، كيف امورك؟ عبد الله اتصل بصديقه مهدي بن سميطان اللي ينتظر زيارتهم لنجران، وقرر يرافقهم في جولتهم السياحيه في المنطقه. الناس يعتقد ان احنا بالسعوديه نفس احنا مجتمع واحد، صحيح، لكن نفس التقاليد نفس الفكر، لكن لا، هذا يعطيك انطباع. اهلا وسهلا. هلا والله. مهدي بن سميطان وصل والتقى عبد الله ولؤي.